بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سأختصر كلمتي بالحديث عن الأستاذ عبد الوهاب حسين، فهو رمز وقائد خلد في التاريخ وسيبقى مخلدا، لأنه أول شخص خرج في ثورة 14 من فبراير، وهو الآن أول متهم، وهو الآن المتهم الأول في قضية التحالف من أجل الجمهورية، لأنه العقل المفكر والعقل المدبر والعقل المنظر لثورة 14 من فبراير. الآن النظام في السجن ينتقم من الرموز ويقتلهم ببطء ويميتهم ببطء، وليس من الصحيح بل من العار علينا أن نصمت أمام هذه الجريمة الكبرى. نحن الآن لا نسمع عن تعذيب جسدي، ولكنه تعذيب صحي ونفسي. يريدون من الرموز أن لا يصمدوا وأن ينكسروا وأن يذلوا، ولكن ليس من صفات هؤلاء الرموز الانكسار والتراجع، وإنما من صفاتهم القوة والصبر والثبات والصمود. فقد أثبتوا أمام آلة التعذيب الشديدة وأمام آلات القمع العديدة أنهم صامدون. يريدون أن يساوموهم بكل ما أوتيوا، ولكنهم أقوياء ثابتين صامدين على مبادئهم التي خرجوا من أجلها. الآن الأستاذ عبد الوهاب حسين يعيش حالة غير مستقرة، يعيش حالة صحية غير سليمة. يجب علينا جميعا، من هنا أبث كلمتي وأرجو أن تنشر، من العار علينا أن نصمت أمام، يعني نرى موت الأستاذ عبد الوهاب حسين ببطء ونحن صامتون. أنا أدعو الجميع بأن يخرج في الميادين بكل سلمية وبمقاومة سلمية، أن يعبر عن رأيه وشجبه واستنكاره ورفضه لاستهداف الرموز وأيضا الحقوقيين المعتقلين. أختصر كلمتي بهذه الكلمات، وأدعو جميع الشعب البحريني أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لكي يشفي الأستاذ عبد الوهاب حسين ويخرجه من هذه المحنة، وأيضا الرموز الباقين. أكرر، من العار أن نصمت وأن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة الشنعاء الكبيرة. فيا جماعة، انقذوا الرموز وانقذوا المعتقلين وانقذوا الأستاذ عبد الوهاب حسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.